عن عطاء عن يعلى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حي ستير يحب الحياء والستر. أحسن الله إليكم. إن الله حي ستير يحب الحياء والستر. ستير هذه ضبط يخطئ فيها الناس، يعني ستير أسماء الله كلها بوزن واحد: كريم، عليم، حكيم، حميد، مجيد، ستير، وهكذا. وأما ستير ما ثبت، يعني وإن روى في الفتح إنه يقال كذا لكنه ضعيف، وكتب اللغة كلها تشهد لستير من أسماء الله تعالى. ستير بوزن حي وبوزن حكيم وبوزن حميد، ستير. وأما ستير فليس من أسماء الله. نعم. مع تحيات المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بقيق، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.